ديال الجزائر 80 ولا اكثر من 80% قول لها الصحراء كان هادشي ولا ما كانش كاينه علاش طامح 2 كيلو ديال الصحراء اش ما تطيح شابه علاش راك تطيح هادين الرب واش داك العبد مول ما يحدث اليوم يزيد من أزمة النظام الجزائري فحياته كلها تنبني على العقدة المغربية خنزريحة بوان عمي تبون في الشيراطون يه حنا جيش الجزائر جيش القوة المضروبة حاقدين على المروك داروا لي نحبوبا حقرونا في حبر الرمال وبكوا بخروبا وخا عاونتنا ميسور وجبنا عسكر من كوبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته راه نايضة بين الجزائر وبوليزاريو انقبل بس سحروا على الساحل خاصكم تكملوا فيديو تالخر لأن فيه ما يتشاف جانا ترشح وجانا ترشح وغادي بالبوت ولا سون بوت أنا هو الرئيس تاع البلاد ثلاث حاجات ما تعملهمش وانا عايش ايه هما معلم ايه ايه هما وانا ما قلتهمش لا يبقى ما تعملهمش انا مراه ونفهم المراه انا واش تفهمي المراه انت واش تفهمي قال المراه مرتي والحق اختي كل النقاط في المغرب راهي على مرمى الصواريخ الجزائريه يعني في اللحظه اللي قرروا مثلا يعني الحرب ضد الجزائر في اللحظة هذيك كل شيء النقاط الحساسة كلها تدمر لو كانت للمغرب نية إيذاء الجزائر لالتهمها في ظرف قياسي أما الجزائر فهي مجرد سوق للخردة الروسية تسريب صوتي جديد منسوب لماكرون فرنسا تربطنا بها مشاكل فرنسا استعمرت 132 سنة 130 سنة في جرائم بشعة ندار في هذه البلاد واش نمحيها انا بكلمة حلوة حانك الاخر الند للند مهما كنت كبير صغير متوسط دبر راسك تمسني نمسك راني قايل الوالد ويدي ولد محمد ولد السويد على النهور دويله من الظلم يبطونا ويسكتونا ويطرشونا ويهنونا وكسروا اولادنا وجرمونا ودخلونا في الاحباس ولا خالق الصيفه موعد لسنه ما مش رجاله قوي ودمنا يغلي قوي الا على الغرابه قوي تلاقينا نرجعوا شيء من الدولة ولا دولة ولا نرجعوا من هالشيء اسمه هو شنو او انتو جايين تعملوا ايه انتو ولا ده حاجة عجيبة يا جدع والله العظيم بيعونا الوهم الجزائريين تقولوا عنا روحوا لبلادكم سمعتون تشابون كي قال لا تعودون تروحوا لموريتانيا اهلا وسهلا تروحون للمروك اهلا وسهلا لا تقعدوا في الجزائر لا انتوا جاهزين نجهز لمين علشان النصابين والمهربين والحرامين نعم شوف ما اقول لك الناس بتكتر ولما الناس بتكتر بتكتر معاها الناس الوحشه لا يا عم تبون انا نحترمك ونحبك لكن نقعد في تندوف ما فيها باس ما فيها باس يا سيدي ونصير ان شاء الله جمهوريه حقنا حقنا ما نخرجوا منها ما نخرجوا منا لا انت كذب علينا بيعتينا الوهم شوف العيالات كي دايره انت جميع الرؤساء وتقول عنا روحوا لموريتانيا ما نروح لموريتانيا ان شاء الله نقعدوا تندوف وتعود جمهوريتنا ان شاء الله صحراء مغربيه انطلبوا ربي يحميها شوفوا في هذا الفيديو هذا عبد المجيد طبون غيعترف بالصحراء المغربيه امتداد تونس هي الجزائر ابتداء الجزائر هي المغرب ابتداء الجزائر والمغرب هي موريتانيا شتي قال امتداد المغرب هو موريتانيا يعني ما كاينش الصحراء الغربية امتداء تونس والجزائر ومصر هي ليبيا احنا نأمن بهذا المواقف انت نعطيك مثال تبون كي ترشح حر هو لمن ينتمي ينتمي الى امون يا مون هذه لا الانسان باغي ننكروها ولا ينتقل الى افلان هذو تاع اللي يديروا كاع يديهم لا في البرلمان ولا في عزاز يديروا كاع يديهم اسمع جينا انا كاع الناس
قال لها كاع الناس تغلبني انا بطاقتي، بطاقتك راح شوف فيها بلاصه اخرى ماشي هنا. جاري قال هنا لا لا هاتلك بطاطا اختك، بطاطا اختك رجال على هنا هو يحضر جماعه تحيه تبون تبون واش قادي خاطب قادي خاطب في ولاد خوه، ولاد خوه هما يقولوا له عمنا تبون، هو هنا قادي خاطب في ولاد خوه. قال لهم يا ولاد خويا الا ما عجبتكش البطاطا روح حكيها لاختك، فهمتوا؟ يعني لغة عربية ماشي لغة عربية، اللغة العربية ولغة القرآن وما عرفتش هي مين هذه اللغة ما دل. شوف جماعة العربية وجماعة أقسم بالله العلي العظيم وتبيتوا وتقراوا في العربية ما تتوصلوش للغة اللي راه يهضر بها تبون، لغة هاروت وماروت. قبل ما ينزل سيدنا آدم كاين لغة هاروت وماروت، لغة الجان هذه، على خاطر في الكرة الأرضية شكون اللي كان عايش في الكرة الأرضية؟ اللي كانوا عايشين في الكرة الأرضية هم الجان عالم الجن. هذيك اللغة يهضر بها تبون. أضرب المغربي ورفد لي الإعلام تاع فلسطين، مو عادلة عجيبة هذي، لا غير مو عادلة عجيبة. روسيا أصدقاء والولايات المتحدة أصدقاء وكل عالم ما عدا اللي عندنا مشكل معاه على بال فلسطين، خلينا كل أصدقاء. هذا هو. ما تحل عن سماية يا أخي، أنت ما فيش ورق غيري ولا إيه؟ اسمع اسمع. الأمن، صحة، سكينة، طمأنينة، إحداثنا، ترابية، صحراؤنا. غريبية أرسلوا بشعار الله الوطن الملك. يغيروا مني سيختو كي ديتها ملكة جمال ما حملوهاش ماتوا بالقنطة. هذه وقيلة ملكة جمال بوتنجان 100%. وحدة داوها قتلوني بالعين، قتلوني بالحسد ايتو دونك بي مع الاسم الزين تاعي انا طبيعي ماني داير. انا عايز اعمل الراجل ده ما حضرت عادش على انثى في الطريق العام. هي فين الانثى دي يا حاج؟ راه عملية تجميل ماني دايره والو، بون الماكياج وما نكثرش بزاف. وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تنساوناش بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وما تنساوش بارطاج لان بارطاج يعني القوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.